انتم مشرفينا في المعرض الكتاب الخامس اللي بتنظمه الهيئه العامه للكتاب في بورسعيد. طبعا المعرض بدا يعني من سنوات، ولكن الان نحصد يعني ما زرعه السابقون يعني من الاهتمام بالثقافة المقروءة يوميا في فعاليات ما بين الفنية والأدبية. النهاردة أو الآن في ندوة شعرية شعر فصحى من شعراء، ليس فقط شعراء بورسعيد ولكن شعراء القاهرة والسويس والإسماعيلية وبعض الشعراء من شمال سيناء حاضرون اليوم. الندوة الحالية كانت ورشة حكي للأطفال قدمها الأستاذ محمد خضير المدير العام الأسبق لفرع ثقافة بورسعيد وكاتب الأطفال وكاتب الطفل. كان بيقدم فيها الأستاذة سهير درويش الله يرحمها قصص الأطفال، كان نوع من التأبين لزميلته الأديبة الراحلة. بعد كده في أدباء الفصحى هيطلعوا على المنصة، وبعد أدباء الفصحى في عرض الفرقة فنون شعبية، الفرقة القومية للفنون الشعبية في بورسعيد. المعرض هذا العام في نسخته الخامسة يأتي بعد نجاح دوراته الأربعة الماضية، وخاصة النسخة الرابعة التي كانت في إطار الاحتفاء ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية. فجاء هذا العام المعرض لابد أن كان هناك تطوير في وعدد الناشرين يعني تكثيف لي عن العام الماضي وعن العام الماضية. أيضا في نشاط ثقافي وفعاليات فنية وثقافية وأمسيات شعرية سواء للكبار أو للصغار، كانت أيضا برنامج وضعته اللجنة الثقافية بالهيئة المصرية للعمل الكتاب. معرض متميز ومشارك فيه عدد كبير من دور النشر سواء الخاصة أو المؤسسات اللي بتتبع الدولة. بشكل عام معرض متميز فيه كافة مناحي الإبداع الثقافي والمعارف الثقافية والموسوعات وكل ما له علاقة بالفكر والإبداع. يعني أنا مشارك في المعرض السنة دي بفعاليتين. الفعالية الأولى كانت أول امبارح عبارة عن ورشة حكي للأطفال، تكلمنا عن مسرحية للأطفال هي مسرحية قصر الأحلام دي من تأليفي، وعند بكرة إن شاء الله حفل توقيع روايتان صادرة عن الهيئة المصرية عمل الكتاب، هما روايتي أيام الإمام وليالي عزبة البوهي، وهيتعمل لهم حفل توقيع بكرة إن شاء الله. وزي ما حضرتك شايف المعرض يعني بيشهد زحام جماهيري مهم، يعني بيمثل حدث ثقافي مهم. والله أنا بهني أهالي بورسعيد بهذا المعرض واللي بيتكرر عندهم هنا ده للمرة الخامسة هنا في بورسعيد، وشايف ما شاء الله فيه يعني إقبال جميل جدا من أهل بورسعيد وغير أهل بورسعيد كمان. يعني أنا جاي مثلا من إسماعيلية هوت عشان أقدر أستمتع بقراءات موجودة هنا مختلفة وكتب في برضو في اتجاهات مختلفة. في تنظيم مبهر ومشرف، وانا شايف ان الشعب البورسعيدي عنده درجه عاليه من الثقافه والوعي ان ينظم معرض زي ده يقعد 10 ايام، ده حاجه كويسه. هي بصراحه كويسه جدا وبتشجع الناس، وفيها كذا حاجه كمان غير القرايه، يعني فيها الالعاب والرسوم والكلام ده برضو جميله، بتشجع الناس ان هي تيجي. طبعا كنا منتظرين المعرض ده من زمان قوي، في ناس من محبين القراءه هنا في بورسعيد كتير جدا، انا واحد من الناس يعني بحب التاريخ. المعرض الصراحه تنظيمه كويس، وكون ان هم الحكومه والوزاره بتهتم بان يبقى في معارض في كل محافظه بالشكل دوت. يعني انا اسمع ان كان في معرض في اسكندريه من كام يوم، ده شيء حلو بحد ذاته، يعني بيسهل ان ايه الناس تعرف توصل لدور النشر الاساسيه اللي بتطبع الكتب بشكل قانوني. انا بحب اقرا يعني لاحمد خالد توفيق، وكنت جاي النهارده ادور على كام كتاب كده يعني.